ما كتشوفوا معنا دابا غادي نكملوا لا غوسيط نتاعنا، بغيت نشارك معكم هذه الفرحه نتاع الاجواء العرس د الاطلس. وتحياتي لصحاب سيدي عدي عامل افران، تحياتي لهم جميعا. الانسان اللي ما تيعرفش سيدي عدي فين تيتوجد في عامل افران. هنا البنات لا غوسيط نتاعنا غادي نبداوها على بركه الله. هنا عندنا بحمو الانسان كاع كلهم اصحاب العروبيه كيعرفوا بحمو، كاين اصحاب المدينه اللي ساكنين في المدينه ما كيعرفوش شنو هو بحمو. بحمو على شكل الكولزا، و تيكون تيدير واحد النواره صفراء فوق الربيع كتلقى كله صفر. هذا هو حنا عندنا دابا كيتواجد عندنا في هذا الوقت في المغرب، مازال ما كيتواجدش، يقدر يكون في بلاصه غير فيها الفلاحه في البحيرات وداك الشيء، وما بلاصات اخرين مازال ما كاينوضش. منا شويه عاد غادي ينوض ان شاء الله. ودابا تتابعوا معنا تشوفوا هنايا بحمو، انتوما كتشوفوه كيلقطو وجبتو، وان شاء الله غادي نغسلو مزيان وغادي نحيدلو الورق. غادي نحيدلو الورق نتاعو، ما غاديش نخلي هذاك الورق حيت كيجي مار، غادي نخلي غير دوك العصيات. وغادي تتابعوا معنا وغادي نديرو على واحد الطريقه اللي هي زوينه وغادي تعجب الدراري، غادي ياكلوه. غادي ناكل لهم السيف. انا كتعجبني الحاجه اللي ندخل فيها شي حاجه، باش هنا البنات انا خديت هذيك لي بات هي على شكل حروف ولا فيرميسيل نقولوا لها، هي فيرميسيل نقولوا لها، هي هذيك شكل الحروف، دوك الحروف الصغيرين الرقيقين كيكونوا نجيبات كيكونوا حروف كيكونوا، هذه خديتها البنات على شكل حروف فيها اي حرف هنايا، والدراري كتعجبهم. حيت شي خطرات كنفورها لهم مع هذا، كنفورها له كنفورها وكنديرها على شكل سفه نتاع الشعريه. هنا البنات خديتها درت معها شويه الزيت، انا ما كنبغاش ندير بزاف د المواد. عاد غادي نديرها، عاد غادي نديرها فواحد لاباسيل واللي نغسلها. انا كندير كلشي داكشي، كندير شي حاجات اللي كتسهل عليا القضيه، وما نديرش المواعن، ما نديرش الروينات حاجه. انا كنخدم معكم الطريقه نتاعي ساهله هكا، اللي هي من الانسان نيشان بلا ما الطباخه المحترفه ما خصهاش دير بزاف د المواعن ولا توسخ ولا. هنا درتها البنات تفور، هذيك درتها شدهنتها بشويه الزيت ودرتها كتفور. دابا عندي هذا نتاعي بحمو نتاعي، انتما كتشوفوا غاسلاه، غادي نقطعو غادي نحيد له الورق كله. راك شفتوه درتو بحال شكل القرنينه، اللي كيعرفوا البنات القرنينه، حنا ما كايناش حنا عندنا في فرنسا القرنينه، دوماج غنشاركو كانت عندنا نشاركها معكم ولا نشاركها معكم، ولكن هنايا ما عندناش القرنينه. هذا بحمو حيد له الورق كله، خليت غير دوك العويدات واللي طريا كتقرضيها باش ما تكونش فيها دوك الخيوطه وداك الشيء، غير حيد دوك العريشات اللي رطبين مازالين طريين. وغادي نقطعهم احنا البنات النواحي نتاعنا، في الصراحه ما كنديروش هاد بحمو كيديروه النواحي نتاع زمور والنواحي نتاع الغرب. هانتوما كتشوفوا هادي المقارون نتاعنا، هي طلعات فيها الصهد بزاف شي ربع ساعه، وهي كيطلع فيها داك الصهد تفورات مزيان. دابا غادي نحيدها، غادي نحطها هنا في هاد الجبانيه هادي اللي كتلاحظوا، نخويها في ديك الجبانيه. درت غير شي شويه البنات حيت الدراري ما غاديش ياكلوا لي منها بزاف غير ليا انا يعني. وهنايا هذا بحمو اللي قطعت غادي نردو يتفور، غادي نديرو يتفور في الكسكاس في البلاصه نتاع ديك الجبانيه. يعني شوفوا تلاحظوا ما غسلت لا كسكاس لا والو، درت عليه. الانسان ما خصوش يدير عقاب الامور، يبقى عادي يدير هذا باش المراه واخا كتخدم وداك الشيء تتربح الوقت. نسيت ما هزيتش المطايب، حيدت داك بحمو اللي درت يتفور. دابا غنهز المطايب من البرمه وغادي نكبو على هذيك الشعريه ولا شنقول لها ولا لي بات الرقيقه هكا، هي داك الحروف غادي نكب عليهم هاد المطايب وغادي نفزقها مزيان. خاص الماء يكون فيها بزاف، فازقه كامله يكون طالع فوقها الماء. انتوما كتشوفوا الماء راه غالي، كنهزو من البرمه الماء راه غالي. انتوما كتشوفوا حتى الماء طلع فوقها، انت كتلاحظوا غادي نخليه واحد دقيقه هكاك، حتى دقيقه ونص هكاك، ديك دقيقه ونص تخليه في وسط الماء. من بعد ما تفورات دابا غادي نرد هذا بحمو نتاعي، وعاد غادي نردو يتفور، غادي نردو يتفور وغادي نخلي هذيك خليه يتفور مزيان حتى تلحقوا ديك نص طيبه. دابا هنا هذيك المقرونيه نتاعي من بعد ما درت فيها هذا درت لها شويه الملحه، واللي بغى يزيد لها حتى شويه الزبده ولا زيت البلديه يديرها، انا ما درتش حيت انا من بعد راه غادي نديرها مع الزيت البلديه.
هانتوما كتلاحظوا، هو هاد الاكله هذه راه زوينه البنات، هذه زوينه اللي فيه عنده مشكل تاع المصاران وداكشي، هي راه كتجي لوغو نتاعها بحال شويه الفجل، بحال الفجل كتجي شويه في هذاك اللوغو نتاع الفجل، المذاق بغيت نقول لكم المذاق نتاع الفجل. هانتوما كتشوفوا دابا هذيك الشعريه صفيتها من الماء، صفيتها ما بقاش فيها الماء كاع، وغادي هذا بحمون تاعي هو كيتفور، هانتوما كتشوفوا كيطلعوا التفوار شحال هو كيتفور، هانتوما كتلاحظوا. دابا غادي نزيد فوقو هذيك ديك الشعريه بعد ما صفيتها وتسقطرات لي مزيان، غادي نزيدها هنايا يا شعريه يا حروف، غادي نزيدها هنايا فوق هاد الكسكاس، وغادي نديرها وغادي نغطيها ونخليها طيب بزاف د الوقت. خليتها البنات خليتها تقريبا ديجا بحمور هنا طايب نص طايبه بزت عليها انا هاد هادي، وخليتها طيب وخلص بحمورها دغيا غادي يطيب حيت طري، عزلت غير هذوك الطريين دغيا كيطيبوا. ولا بغيتوا البنات ما تفوروش بحمو، ولا بغيتوا ديروه حتى طيبوه في الكوكوت بالماء تسلقوه وتوليو تصفيوه، حتى هو راه زوين حيت غتحيد منه شويه المروره اللي ما كيعجبش ما تعجبوش ديك المروره. وهنا عندنا البنات هانتوما كتلاحظوا هنا عندي درت الشرموله، درت فيها الثومه الكمون السودانيه شويه التحميره، انا كنختصر لكم دغيا، والزيت البلديه ومعدنوس والقزبر. وهنايا دابا انا كنقلب هذاك نتاعي داك بحمو هو طاب، انتما كتشوفوا ما تلصقات حتى من ديك الشعريه كاع، ما تخافوش منها حتى تفوار الشعريه تقدروا ديروا له بحال هذه الطريقه هذه، راه ما كيتلصق ما والو، ديروا جوج تفويرات صافي. انتما كتشوفوا هي نتاعنا الشرموله نتاعنا هي درتها كطيب، كنشحر فيها الثومه معدنوس قزبر شويه د الكمون والملحه وطبيعه الحال شويه الزيت البلديه، الزيت البلديه كتقوي فيها شويه الزيت البلديه حيت هي كتبغي شويه لذام، والفلفله حاره. هنا دابا غادي ناخذ هذيك داك بحمو هو وديك الحروف، غادي نديرهم هنايا فوق هذاك الشرموله، وغادي غادي نبقى نحرك على مده واحد جوج دقائق، وغنطفي البوطه نتاعي، ومني غنطفي البوطه نتاعي انتما كتشوفو شوفو غتحركوه مزيان، وغنطفي غير الزيت البلدية، درت فيه تقريبا كاس نتاع الزيت البلدية، ومع داك الحار وداكشي هو كثر اللي كيبغي الحار بزاف، يدير الحار بزاف. أنا درت الهريسة حيت عندي موجودة الهريسة خضرا، وما كنتيليزيهاش بزاف الهريسة خضرا، وقلت عليك لا منديرهاش معايا معانا خضر مبداش تبان لي بزاف زوينه كما درت بزاف الحار، زعما كنا بغيت انا الحار درت غير واحد شويه تاع الدراري الا بغاو ياكلوا منها ما غاديش. انتما كتشوفوا وانتما الحروف كي كيجيو، والدراري كيشوفوا دوك الحروف كيبغيو ياكلوها، داكشي باش درت انا بالحروف. تقدروا ديروها بالكسكسو البنات، هي نورمالمون كدير بالطعام بالحل.